احنا بلعب بعض، ما كان لعب فقط بحيرة العرب بعضية. اليوم الأجواء كلش حلوة وعالم من كل المحافظات موجودة. الكبير بطلب من الجماهير ينحر عليك سباس مع الفنانة ريهان تام. تحية من سوريا للعراق المغرب. مشاهدينا انا سالم بدي خلت للمدينه اليوم الظهر ما كان اكو احد، المسا ملت ما شاء الله. كان كثير حضور خيالي، يعني ما توقعت انا هذا العدد يعني من الناس يكون، والحمد لله رب العالمين. كانت حفله رائعه وكان شيء مشرف الحمد لله.